وللحديث أكثر عن أداء أسواق الأسهم العالمية والسلع ينضم إلينا السيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. نواصل حديثنا سيد رائد بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات، وإحنا بانتظار يعني بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وفي انتظار أيضا تقرير أسعار المستهلكين لرصد أي إشارات تؤكد رفع الفائدة هذا العام. تعليقك على ذلك، وأيضا يعني مسار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة. بلا شك بيانات مهمة منتظرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فيما يتعلق بالتضخم. التوقعات عند 20%، القراءة الماضية كانت تشير إلى تراجع بمستويات التضخم. حقيقة الفيدرالي الأمريكي بدأ يركز أكثر على بيانات التضخم بأنه أقل من التوقعات، بأن التضخم ينمو بوتيرة أقل مما هو متوقع في ظل عمليات رفع أسعار الفائدة والتوجه نحو تشديد السياسة النقدية. فهذا سوف قد يثني الفيدرالي الأمريكي عن وتيرة أسرع في تشديد السياسة النقدية، سوف يكون هناك عدد مرات رفع أقل في العام القادم، لأنه بدأنا نسمع هذا الحديث على لسان عدة أعضاء في الفيدرالي. هذا بلا شك سوف يكون أثره سلبي على أداء الدولار الأمريكي بالفترة القادمة، والارتفاعات القوية التي حصلت يوم الجمعة بدأنا نرى كيف أنها تتآكل تدريجيا، يعني اليوم الثاني تراجع في مؤشر الدولار الأمريكي. أيضا الدولار أمام اليورو، بلا شك أمام اليورو عاد إلى ما فوق مستويات 1.18، ولا تزال استهدافاتنا قصيرة إلى متوسطة المدى عند 1.20 في الوقت الحالي، وبالتالي يعني عودة الاتجاه الصاعد مجددا على هذا الزوج المدعوم من قوة اليورو في نفس الوقت. نعم، شو توقعاتك لاجتماع لجنة المنتجين وكبار المنتجين؟ وبلا شك نتحدث هنا عن أوبك وخارج أوبك الذين يجتمعون في أبوظبي. نحتاج إلى اتفاق نحو تحديد أقل أو ضغط الإنتاج بالاتجاه المنخفض بعض الشيء، حتى يساعد ذلك باستقرار أسعار النفط فوق مستويات $50 للبرميل. نعم، كما ذكرت البيانات الضعيفة من كبرى اقتصادات العالم أثارت المخاوف يعني في الأسواق العالمية اليوم، ويعني بانتظار الربع الأخير يعني من السنة واللي غالبا يكون موسم أعياد. كيف يعني نظرتك أو كيف تحلل أداء الأسواق العالمية، وشو توقعاتك لها أيضا خلال الفترة القادمة؟ إجمالا البيانات التي صدرت من ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم ومن ألمانيا كذلك الأمر أكبر اقتصاد في أوروبا تشير مثل ما ذكرنا لتراجع في الطلب وتراجع في الصادرات وتراجع في الواردات. طبعا هذا له أثر كبير على تطلعات النمو في الاقتصاد العالمي، كونه مثل هذين الاقتصادين يعني يمثلان indicator أو مؤشر لأداء الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة، وهذا يعني يثير بعض التشككات أو التخوف بشأن يعني هل يوجد هناك هذا التعافي المستدام المستقر بالاقتصاد العالمي، أم هناك في موجة تباطؤ وكساد نعيشها حاليا أو قد تمتد بشكل أكبر. هذه سوف تكون تحت المجهر هي وأيضا بيانات أوروبا ككل وأيضا بيانات الولايات المتحدة الأمريكية. لعل أكبر دليل سوف يكون هو بيانات التضخم التي ننتظرها في يوم الجمعة هذا من الولايات المتحدة الأمريكية. للوقوف على هذه النقطة، بلا شك الأسواق تستوعب هذه النقاط، ولذلك رأينا بعض التراجعات التي شهدتها الأسواق الأوروبية اليوم. وأما بالنسبة للأسواق الأمريكية فتواصل هذه الارتفاعات الشاهقة التي يجب الحذر منها الآن في هذه الفترة تحديدا، لأنه قد يكون هناك بعض المعوقات لمزيد من الارتفاعات. نعم، في ظل ما ذكرت يعني ما حظوظ الذهب كملاذ آمن؟ حقيقة الذهب من المتوقع له إذا ما تمكن من تمنتين أو الاستقرار فوق مستويات $54 للبرميل والاستقرار فوق هذه المستويات أن يكون هناك حظوظ أكبر بالوصول إلى مستويات $1,300 للأونصة، خصوصا إذا ما كان مترافق ذلك مع ضعف الدولار الأمريكي اللي تحدثنا عنه لعم يظهر لدينا يوما بعد يوم، وتآكل الأرباح التي كانت قد حققها في يوم الجمعة سوف يدعم ارتفاع أسعار الذهب في الفترة القادمة. نعم أستاذ رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.